الماديات الأهلية والمؤسسات كلها ودعم الشباب في موضوع تدوير المخلفات، واللي برضه لفت نظري واتبسطنا منه جدا إن هو ما بقاش بس كمان تدوير المخلفات فقط لا غير، لا أنا شايف في تنمية قدرات للشباب من خلال ورش العمل اللي اتعملت لبناء قدراتهم ورفع وعيهم في تقديم النماذج للمشروعات بتاعتهم واتعمل